وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يبحثون اليوم بالمنامة خطوات التصعيد ضد الدوحة. مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي شائعات زيادة أسعار لحوم المجمعات وتذاكر طيران الحج. قوات الجيش الثاني الميداني تتمكن من ضبط تكفير وتدمير 3 عبوات ناسفة بشمال سيناء. الوطنية للصحافة تجتمع برؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة دعم أركان الدولة. 112% زيادة في أعداد السياح الألمان للغردقة، ووفد روسي يشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة. السعودية تلغي حظر على صادرات الفراولة المصرية. تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد غد، والمعادلة تبدأ اليوم وتحويلات الأربعاء. التعليم 220 ألف طالب بالدبلومات الفنية يبدأون اليوم امتحانات الدور الثاني. اليوم شريف إسماعيل يرأس اجتماعا بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وزير التموين يعلن اليوم عن خطة إعادة هيكلة منظومة الخبز. وأخيرا الأهلي في المربع الذهبي للبطولة العربية بهدف الوقت الضائع.